السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اختيار جميل جدا في الباوربوينت، ألا وهو ريكورد، موجود هنا وموجود هنا برضو. ممكن تقول له ان انت عايز تسجل البرزنتيشن بتاعك تحوله لفيديو، فممكن تقول له انا عايز ابدأ من البداية from beginning، فيبدأ يجيب لك من اول شريحة. خلي بالك هنا ان انت تشغل الكاميرا وتطفيها والصوت تشغله وتطفيه، ممكن من كامتازيا تضيف بعد كده الصوت او تحذف الصوت. يعني برنامج كامتازيا او اي برنامج مونتاج ممكن تروح قايل له لا انا عايز احذف الصوت نهائي وتلغي الصوت بتاعك لو انت حابب، او ان انت تضيف الصوت، تروح مشغل الفيديو وتبدا تعمل عمليه مونتاج، تبدا تتكلم وهو يسجل الصوت ويركبه على الصوره. انت ممكن تبدا تسجل، تقول له ابدا سجل 3 2 1 تمام. هو كده بدا يسجل. طول ما انت ماشي ممكن تيجي هنا وتروح مثلا اعمل مشاوره مثلا بالشكل دوت اهو، فتقدر تعمل التسجيل بتاعك كده، الصوت والفيديو بيسجلوا معاك تمام. لحد ما اخلص ممكن تقول له وقف لي التسجيل، وممكن تقول له اكسبورت وتقول له صدر لي الفيديو دوت للمكان الفلاني. هو ممكن بيصدره ال MP4، فاقول له براوس وقول له صدره لي ال MP4 او WMV. ال MP4 هو الافضل بحيث ان مساحته بتكون قليله. تكتب الاسم وتقول اكسبورت، فيبدا يحول لك البرزنتيشن اللي انت سجلته دوت لفيديو. ممكن تقول له اكزيت وتخرج بالشكل دوت. ممكن تقول له كلير ريكوردينج، ممكن تقول له سيف اشو. يعني ايه سيف اشو؟ يعني هيبدا يسيف لك باوربوينت شو بي بي اس مش بي بي تي تمام، اللي هنشتغل عليه ده اللي هو البي بي تي. بي بي اس يعني اول ما تدوس عليه مرتين يفتح في وضع التشغيل، مش بيفتح في وضع ان انت تعدل عليه تمام. يعني هقول له مثلا ميوزك ماشي، اقول له ماشي خلاص سيف. طيب خلينا بقى نروح للفولدر اللي احنا سيبنا فيه، هقول له رتبه لي بالتاريخ عشان نشوفه اهو. بص بي بي تي هيفتح الباوربوينت، بي بي اس تمام هو كده بدأ يسجل. طول ما انت ماشي ممكن تيجي هنا وتروح مثلا اعمل مشاورة مثلا فتحوا لك في اهو التشغيل تمام. طيب ممكن تقول له اكسبورت فيديو، فيحول لك البرزنتيشن بتاعك لفيديو. هيعمل لك ازاي؟ هيعمل لك شريحة ورا شريحة، ممكن تتحكم في العدد الثواني اللي هتظهر، هو يبدأ يعملهم لك اكسبورت فيديو. ممكن تقول له كاستمايز، فتروح مختار الجودة بتاعتها ويوز ريكوردينج وكام ثانية. انا هنا مختاره مثلا 5 ثواني، فبيقول لي عايز تسيف الفيديو ده فين اهو. يبقى كده كل شريحة هتقعد 5 ثواني وبعد كده يتنقل للشريحة اللي بعدها تمام. هو لسه بيصدف عشان كده مساحته صغيرة تمام اهو. اكسبورت تو فيديو، فيروح مصدره لك وتقدر تختار الاختيارات اللي انت عايزها. وممكن تقول له ريكورد من هنا، نفس الفكره يدخلني فكره التسجيل، او تقول له شير وتروح مسيفه لك على الكلاود، الكلاود الخاصه بمايكروسوفت، بحيث ان انت تقدر تشيرها مع اصدقائك. فبيقول لك انت عايز تشيرها فين، فتقدر تختار المكان اللي انت عايزه. ممكن مثلا على وان درايف، بحيث ان هو ده الاونلاين، بحيث ان اي حد تقدر تشيرها اونلاين مع الاصدقاء ويقدروا هم يشوفوها بالشكل ده. كده بتوصل هو بوان درايف ويبدأ يرفع عليه الملف دوت، ويقدر بعد كده يديك الرابط ان انت تشيره مع اي حد.